اغتيال وسام الطويل. وسام الطويل هو أحد كبار قادة حزب الله، وأقدر أقول لك إن هو مسؤول التدريب في حزب الله. وسام الطويل اتقتل داخل الأراضي اللبنانية، فاستشهد وسام الطويل داخل الأراضي اللبنانية في الجنوب اللبناني. يعني الصهاينة نفذوا عملية اغتيال داخل الأراضي اللبنانية، كارثة. مش بس كده، ده الصهاينة بيهددوا ان هم هيخشوا يضربوا في بيروت. التهديد بقاله كتير، بقاله تقريبا 10 ايام او اسبوعين دلوقتي. هل احنا هننتظر الكيان الصهيوني المحتل انه يخش يضرب في بيروت، او انه يستمر في توغله داخل الاراضي اللبنانية لتنفيذ عمليات اغتيالات ويرجع تاني؟ طيب منين بلينكن جاي المنطقة ويذهب برسالة إلى الجانب الصهيوني يقول لهم احنا نخشى اتساع دائرة الصراع في الشرق الأوسط؟ ومنين الصهاينة لازالوا يمارسون عمليات القتل والاغتيال والتعدي على الأراضي العربية؟ معانا على التليفون أستاذ محمد الرز، الكاتب والمحلل السياسي اللبناني. أهلا بيك يا فندم. أهلا أستاذ يوسف، أهلا بحضرتك. يعني عن اغتيال وسام الطويل والتهديدات المستمرة من الكيان الصهيوني للضرب في العمق اللبناني، مش بس في الجنوب ولكن وصولا وحتى بيروت، كيف ترى ذلك وكيف ترى هذه التهديدات؟ تحياتي لكم. وسام الطويل هو قائد في كتيبة الرضوان الأكثر تدريبا في حزب الله، وهي تعد بوحدة النخبة. صحيح. هذا الاغتيال يكشف عن ثغرة أمنية في بيئة الحزب، في بيئة حزب الله، أدت إلى اغتيال ابن نائب الحزب في البرلمان اللبناني محمد رعد، وإلى اغتيال نائب رئيس حماس صالح العروري، والقائد الميداني للحزب في منطقة الناقورة قبل 4 أيام، وأخيرا اليوم وسام الطويل. العروري اغتيل في مكتبه، نعم، والبقول اغتيلوا وهم في سياراتهم داخل لبنان كما تفضلت حضرتك. هذا يعني ان هناك خرق امني، وان هناك من يعطي احداثيات متتاليه للعدو الاسرائيلي كان ينفذ جريمته بالتاكيد. كما انه يعني يؤكد ايضا ان اسرائيل في دخلت المرحله الثالثه في الحرب التي تشنها، وهي اغتيال القيادات والتحول إلى حرب استخبارية. الآن وسع حزب الله في مجال إطلاق صواريخه، فقصف منطقة أبعد من كريات شمونة، هي منطقة الوجدان وسط الكيان الإسرائيلي، بثمانية صواريخ، وألحقت أضرار. ويترقب المسؤولون الإسرائيليون أن يكون هناك ردودا أخرى الليلة أو غدا. فلذلك رأينا أن نتنياهو قال لا تعبثوا معنا، وجالانت كرر أنه سيجعل من بيروت نسخة ثانية من غزة. في الواقع نحن الآن في لبنان في سباق ما بين الإبقاء على قواعد الاشتباك الحالية بعد الحرب وبين الحرب الشاملة. لذلك نرى كثافة مفادين إلى بيروت وإسرائيل. غدا تصل وزيرة خارجية ألمانيا إلى بيروت إلى لبنان، ويصل كبير مستشاري الرئيس بايدن أموس هكشتاين إلى بيروت أيضا الأسبوع المقبل، فيما وصل أنتوني بلينكن إلى إسرائيل اليوم. حزب الله لن يقدم على فتح الحرب، فهو الآن يعتبر قتاله مساندة لغزة، وهدد إسرائيل تهديدا مشروطا بالذهاب إلى النهاية في الحرب إذا شنت إسرائيل الحرب مع لبنان. أما إسرائيل فهي تريد فتح الحرب مع لبنان، وذلك لثلاثة أسباب. أولا للتغطية على فشلها في غزة وعدم تحقيق أي من أهدافها المعلنة، مثل استرجاع الأسرة وإبادة حماس، فشلت في هذه المهام. الثانية هي فشل المشروع الأساسي للحكومة الإسرائيلية برئاسة نتنياهو. صحيح أن كتائب القسام نفذت طوفان الأقصى، لكن مصر نفذت طوفانا سياسيا ودبلوماسيا. صحيح. أكد على يعني منع تهجير الفلسطينيين من غزة، وبالتالي أعاد إحياء معادلة إقامة الدولتين. صحيح. أو حل الدولتين في الوقت الذي يعمل فيه نتنياهو وحكومته
على ان لا يروا فلسطينيا لا في طول كرم ولا في جنين ولا في الضفه الغربيه، فكيف باقامه دوله؟ وهذا هذه المساله انتشرت وتعممت لتصبح مطلبا عربيا واقليميا ودوليا. الرقم الثالث والنمره الثالثه ان تريد اسرائيل ان تتخلص من اعباء تهجير 150 الف مستوطن من الشمال، من شمال فلسطين المحتله، وهم يكبدونها خسائر فادحه. لكن في مجال هل تستطيع اسرائيل ان تشن حربا على لبنان؟ نحن نعرف ان اسرائيل عندما ارادت ان تشن حربا على غزه وان تنفذ الدخول البري الى غزه احتاجت الى دعم امريكي. الان في مواجهه لبنان ومحاوله شن حرب على لبنان المعادلات تختلف. المقاومة اللبنانية لم تستخدم للآن غير 5% من أسلحتها ومن قدراتها. الولايات المتحدة الأمريكية تعلن رفضها لتوسيع هذه الحرب، ليس حبا بلبنان ولكن لأن لها مشاريع في لبنان وفي عدد من دول المنطقة طبعاً. من شأن توسيع الحرب أن تضر هذه المشاريع أو أن تلغيها في أحسن الأحوال. صحيح صحيح. نعم. أشكرك جدا سيد محمد الرز الكاتب والمحلل السياسي اللبناني.